أحمد الشوكي طالب نازح أجبرته ظروف الحرب وبجانبه العديد من الطلاب والطالبات بأن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة بعيدا عن مدارسهم ومناطقهم وسط إصرار على استكمال تعليمهم رغم ظروف الحرب والنزوح وغياب الخدمات، حيث استقبلت المراكز الامتحانية بالضالع وقعطبة وغيرها من المناطق التي استقبلت النازحين في الضالع أعدادا من الطلاب والطالبات المهجرين من مناطقهم بسبب الحرب والذين لم تمنعهم ظروف الحرب عن مواصلة مسيرتهم التعليمية. نحن نازحين في مناطق عدة من الحشا ومن دمت، وأنا نازح من العود في الشوقي، رغم الحصار رغم الحرب رغم الظروف. نحن هذه اختبارات في مدينة قعطبة. أنا نازحة من قرية صبيرة، أتيت للاختبار في منطقة في مديرية قعطبة بسبب الحرب، وإن شاء الله بنوصل تعليمنا مهما كانت الظروف. أكثر من 90 مركزاً امتحانياً بمحافظة الضالع كانت محل اهتمام وحرص رسمي ومجتمعي لتهيئة الأجواء المناسبة والترتيبات، حيث تفقدت قيادات تربوية والسلطة المحلية وقيادات عسكرية وأمنية عدداً من المراكز الامتحانية في مديرية قعطبة ومناطق مريس. نحن في اليوم الثاني لإجراء العملية الاختبارية للمرحلة الثانوية العامة. طبعاً نحن في محافظة الضالع نجري الاختبارات العامة لهذه المرحلة أسوة بمحافظات الجمهورية، ويخوض فيها أكثر من 10,000 طالب وطالبة، ما يقارب 10,400 طالب، والأمور تمشي بطريقة ممتازة جدا. هذا العدد موزع على 91 مركز اختباري، منها 89 مركز علمي ومركزين أدبي. وبسبب الظروف المعيشية الصعبة وظروف الحرب في منطقة طورس بلاد الأحمدي بالأزارق والمعاناة التي يتكبدها طلاب وطالبات تلك المنطقة خلال امتحانات الثانوية العامة في الأعوام السابقة، نجحت جهود السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية وإدارة التربية والتعليم والشخصيات الاجتماعية بافتتاح وتدشين مركز امتحاني للثانوية العامة ساهم في تخفيف المعاناة، وخاصة وأن الطلاب والطالبات كانوا يقطعون مسافة كبيرة عبر طرق وعرة لأداء امتحان شهادة الثانوية العامة بمركز المديرية. ولهذا تم افتتاح هذا المركز هذا العام، ونشكر كل الذين ساهموا بما فيها المدير العام وأيضا مدير التربية والتعليم ومدير التعليم العام، كما نشكر أيضا كل المساهمين الذين ساهموا ولو حتى بكلمة في إنشاء هذا المركز الامتحاني، لأن المنطقة بعيدة وتعاني من البعد أول حاجة، وثاني حاجة أيضا يعني من ارتفاع الأسعار. أكثر من 10,000 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الضالع برغم كل الصعوبات، من بينهم طلاب وطالبات نازحون من مختلف مناطق الضالع، إيمانا منهم بأن العلم هو طوق النجاة وسبيل الخروج من كل المشاكل. من المراكز الامتحانية بمحافظة الضالع، محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم، الضالع.